بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان واكي سغاشن يسغالات كمدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. وحبابي هاي كتاب كساب سنية هاي آداب النوم أدبتي أنشح الله سيحن لها أداد سيحن أيسو قم أيسو والدجاع يسيد لنا عدو الله ورده لها مدن كميدك بلا ورده يا مسبده والقعود يقاب كفرده وراك سنة برنانا والمجلس قوب فرده قوب تلا فريسان والجليس أحد كفلا فريسان الله صاحب أيسو والرؤية رياضة أحكام تيدي أدب كيدا. باب ما يقوله عند النوم وحبابي هاي روح مسلم كأمرك سيحانا يوحو أوران لها عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عفوا قال وحول السحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يوحوها إذا أوى هدو أردي المضوء أما أهيده إلى فراشي قوشو كسيحان لها أوتغو نام على شقه الأيماني لنكي سميدك بو سيحان شري. ثم قال مركز أورنجر مكودين عرولك هديغو لنك ميديغو النبي قدولك هديغو أورنجر اللهم لك اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت سداس أورنجر. روايتك قاركود وحيكوهر مريان بسم الله ثم قال بسم الله اللهم أسلمت نفسي إليك رواية مرك بسم الله هنا ويسوء أرورتو إن لغو هرمريو اللهم أسلمت الله وحان ديبي نفسي نفتي ديبان ديبي إليك أذان كو ديبان كوه كان شيء نفتي دي وذات دي أنا ورنبا أذان إسوكا ديبيو حكم كذا إيا أمر كذا إيا ميرشا هلا مراتش جاذي هلا غال لحدان كو قورعنا هيوهيو الله وذا إسوكا ديبي ووجهت وان جهدي وجهي قصد كيغا اني يدي دي مراد كيغا اليك حق هذا هدان وحدون يا اما ان عباد الله ايمان يا اما ان مراد له هينا ميلان اديكا كاهين ما ايغو ما فيريوي وجهي هذا لغا الله هيو وجهي و هو ادا او فولكادو اي وجهيغاد و هو قابلا ميشا نيادادو اي قابشنت ميشا قلبيغو كو هيسو ادمانك يا مسخخدا كو هيسو اي وجهيغاد نو قبطا هدان نيادادو اين ميل او جيدين وجهيغادو اسكغا جيسجيدان موين وها لما سوتيد اندهم با اسكا تاغو وجهيغاد اديسين موين وها لا شيغاهي وها ميشا كا سوخدا ميدنا ما اركت صادرت روح كو دورهايا اون كو اركاين با جيره روح كو فيرن هيو اندها كو غوبهايا حقنا ان كو اركاين با جيره ما يلي وها تمن لما سوتو وريبل مارك مارك بكل سوق هدو بورتا فديي ومقنا روح عن يدي سأولا كل قوم مشغول صلاة إنهم بتاعي من يدي سي مركوا وحاضر غائب نكاس غائب حاضر وي مركوا مقنا شوقي وحلو رنشري مقنا شوقي مركوا وجهت وان شيء وجهي أنا وجهي جي يعني قصد كان الوجه ذا وجهي أي قصدي وإرادتي قصد كي وجه ذا إليك حقا نسوي شيء آدم كل عرّم هاي بهذه إتمادة آدم كل السؤادي وحان كبق آدم كل السؤادي وفوضت وان بندقي أمري ثلاثة إذا الدنيا من أخربة إليك آدم الله كوب بندقي وألجأت وان تيري ظهري دبر كي جنا إليك آدم كوب تيري هدي عليسي مادة الله آدم كوب تير صداو عد كلام كعرّ هايو أن دبر اللجري أما دبر كأن كوب تيرين متشرو يعني وحوي آدم كم عين صداب اللوجيده والجت وان تيري ظهري دبرك إليك حي لمركات ضعيف تهي وضن فديك أمد استايك روحك وحيك تكتير ستا أحد كوكو دبرك لا أدي وتكتور وحق يسيس حجريس الله أحد والبعضاء يحقوي أحد والبعضاء يحقو أذن الله كوكتير سنية والجت وان تيري ظهري دبرك إليك أذن كوكتيري حق أذن لسو أدي وعدك لي الله عرج ماي رغبة قود الرين أن قود الرين هيو يورهبة عبسان عبسان هيو إليك حق هذا يعني محان أترن هيا يعني رغبة ومفعول لأجل وحدي جرتين ومحايا إلي
allow naftaydii baan kuu dhiibay oo qasadkaygii ujeedadaydii baan kuu dhiibay oo arrinkaygii baan kuu bandhigtay iyo taladaydii allow adaan kugu tiirsanaa ku miciinsanaya saa maxaan u yeelayaa waxaas dhan maxaan u sameeyaa raqbatan ilay jacayl adiga ku jeclahay oon sawaab iyo khayr kaa doonayo oon isku kaa hallaynayo iyo warahbatan cabsi iyo baqid aan ka baqayo ciqaabkaada iyo cadaabkaada allah laga cararaa oo loo cararaa cadaabkiisaa laga cararaa oo isagaa loo cararaa raqbatan jacayl weeye iyo doonid aan doonayo fii thawaabika wa ridaaka iyo warahbatan cabsi aan ka cabsanayo cadaabkaada ilayka xaggaadan u soo carari wey ilaykada marka raqbatan ilayka yay sax ku tahay oo marka raqba la yiraa raqba ilaa lagu gudbiya marka laakiin rahbadu iyadu min baa la raaciya rahbatan minka wa raqbatan ilayka asalku sidaasay ahayd laakiin iktifaa baa loo yaqaanaa dhib ma laha way sameeyaan carabtu waa luqa la yaqaano oo ninkaadii baan arkay ninkii lahaa ra'aytu zawjaki fi lwaqa mutaqallidan sayfan wa rumxa mutaqallidan sayfan wa rumxa seefta la jeenay qaarsadaaye lama jeenay qaarsado waranka laakiin waa la israaciyey waa la israaciyey wasajadna alxawaajiba waalcuyuuna soo garmaysan shawaayidin ajnubiyada iyo mutamimka wasajadna alxawaajiba waalcuyuuna sunniyaha la qoro iyo xujubihii indha laba qoro laakiin waa la israaciyaa marka raqbatan ilayka tanaasuc kama dhexeeya iktifaa baa ku jira rahbadu min baa lagu gudbiyaa rahbatan minka wa raqbatan ilayka wey laakiin hadda waa lagu kaaftoomay middood baa lagu kaaftoomay waa la iska garanaya qole waxay leeyihin maya waxaa weeye riwaayo soo arortay baaba jirto waa ikhtisaar baa ku jira waa la gaabsaday mooyiin rahbatan minka wa raqbatan ilayka timid riwaayadana way jirtaa waa runtood hadda sidaa sheegay almuhim ama iktifaa baa ku jira dheh ama wixii loo yaqaana balaaqada ijaazu lxadf ijaazu lxadfi wixii la odhan jiray dadoon ku sheegay waxaa weeye raqbatan ilayka anoo kuu daraynaya thawaabkaada iyo ajirka iyo radahdan ilaah isku kaa dhiibay wa rahbatan minka anoo ka baqaya ciqaabkaadaan isku kaa dhiibay oo cid kale aanan ku leexanin laa malja'a meel la miciinsada ma jirto walaa manja'a meel lagu badbaadana ma jirto minka min ciqaabka lagaga badbaado ilaa ilayka adiga mooye malja iyo manja waa kala duwan yihin malja waa meesha loo tir waa aljat bay lamid tahay waa tiirsiga meel ruux markuu yaabo oo u tirsado u cararon adiga ka inu allow ma jirto wey meel ciqaabkaada lagaga badbaadina ma jiron jirtoon adiga ka ahayn marka manja iyaduo hamse ma laha laakiin isdiwaaj wuxuu la odhan jiray baa ku jiro marba waxaa la akhri laa malja'a walaa manja'a oo manja'a la raaciyo malja'a isdiwaaj baa la yidhaahdaa waxaa kaloo kuu bannaan in malja'a aad manja raacisood alif hamsada goyso oo tirada laa malja'a walaa manja'a ood hamsada la kacdo labadu waa israacin kartaa in la kala duwana way bannaan tahay saddexdaa luqaa ku jirta qasrina waa jira isaguna laa malja'a meel loo cirsado ama la miciinsado oo lagu carara ma jirto walaa manja meel lagu badbadana ma jirto minka min ciqaabaka ilaa ilayka adiga xaggaada mooye yacnii hadday culays yimaado meel loo cararo adiga kahayn ma jirto wey hadday balaayo timaado meel lagaga badbaadon adiga ahayn ma jirto balaayo aakhar imid adduunyaba allah lagaga badbaado asagana laga miciinsadaa aamantu waan rumeeyey nabi allow ilaahayow bikitaabika kitaabkaadaan rumeeyey aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika aladii anzalta kitaabkaad soo dejisay baan rumeeyey kitaabka inuu kitaabka qur-aanka yahayna way dhici kartaa in jinsul kutub loo jeedana way dhici kartaa wixii kitaabaad soo dejisay oo dhan baan allow rumeeyey suxufti nabiyulahi aadam lagu soo dejiyey ilaa furqaanti nabi maxamed lagu soo dejiyey oo dhan baan allow rumeeyeyna way noqon kartaa wa nabiyika nabigaadi baan rumeeyey alladii nabigaasood arsalta dirtada ummadda xaqa gaadhsay aad ku tirtay asna waa rumaysnahay rawaahu albukhaari baa wariyay xadiidkan bihada lafdi buu ku wariyaa weedhi hadda aad soo marteen buu ku warshaa fii kitaabi aladabi kitaabka adabka la yidhaahdo oo min saxiixi kamid ah kitaabu dacawaadna wuu ku keenaa xadiidku sheekhu kitaabu dacawaadna wuu ku keenay bukhaari xadiidka laakiin halkanun buu sheekhu hadda isagu soo guuriyey lafdiga weliba kitaabu dacwaad ku yimid ayaa ka dhammaystiran lafdiga ku yimid kitaabu ladab oo wuxuu ku daray kitaabu dacawaad
من قالهن ما ثم مات تحت ليلتي مات على الفطرة. وفي رواية فإن مت مت على الفطرة. نبي وحول الضاد دعاء أنت أخرده كسيحته هبين كاتيا الله كوكوت ما دود غيريوتو دين إسلام بات كل مريس دين إسلام يتوحيد بات كل مريس دوار تتوحيد بناك يا لوي الله ونفتي دي بان كودي بي وشيدي دي قصد كي وردن بان الله وعدي وكل السؤال هيا أرغي يا ربي وكو بان دكتون كو تلا سارتي أذان كو ترسوكم إنسان يا ربي عذاب كذا كبق يا ونا قدان الله يرد هذا رجينا يا ميل وبد بادو إيو أحد لا ي أحد وحبد بادي وهذا كائن متشرو كتاب كاتود تشتون بان رمي رسول الله نوار رمي هذا روح معود من وحكته الروح متشرو صادت كل ما تو نبي وحده واحد كل ما نيسى على الفطرة على الفطرة رواية كلا واحد كله في كتاب الدعوات وإن أصبحت أصبت خيرا حنا بكمتنا عليه الصلاة والسلام هذه هبين كاسين الروح صيح ذا يلبون وينو سررت بكل تلف وقدرت سوى حبار اللي يدي هذا البابها اللي وش بيو أم عيد اللي جو كتب أي وقدان جريديس يين أتكك عضو صيد بطن واو كوبريو واسما كوبريو نبي وحول هذا كل ما تو توحيد الإسلام ما تقول ما تابين كاس هذه أصوات توستنا وحاتوسي أضو خير كدركي وإن أصبحت أصبت خيرا رواية أسمرك ورواية أيضنا ما لها كلا كتمت دم الله أبو داود أبو داود ينك الله إذا هذا سنن كيقو حكودنا حديدك إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك حديدك المكبرة نبي كبرها هي براء حديدك المكبرة يحوري هداد فقوش هذا تكتو أضو ويساقبا قعنت هذا مدك بركو ثم قل كدي منه له دعاء أخري دعاء أخري رواية واحدة أولى ترمذ بات كمرتين نبقى وحوري كالي براء بن عازبو ما انكبرو ورؤي الدعوين آد هذا إذا أويت إلى فراشك ما كد قوش تكتو آد تك نبقى الله يبروي هذا وباناي مركاس اللون ميري واللو عليي وكقيب وقبطي إريق أدن بيو مركا إزدامان مرشا وكي نبي مركا عنان تأيه فيرها انتو فرتك غمدو إلى ساحر دينا سيدار دي مركو هالك نمرا هايو آمنت بكتابك الذي أنزلت وبالنبيك الذي أرسلت ماشي أهيد يوحوي لي وبالرسولك الذي أرسلت لماذا والرسول بكرد برا مركو قبانا يدعا نبي وحوري انتو فرتك غمدو إلى حدهي وبالنبيك الذي أرسلت له أما وبالنبيك الذي أرسلت له بالرسولك مايا محايلة وبالرسولك هدي الله الذي أرسلته هو تكرار بها كتيرة رسولك آدرتي ديره آدرتي لا ديره آدرتي هذا ما قرحسن لو وحيوده آدرتي كقرحسن والنبيك الذي أرسلته معناه سكتيرة أحد لو وحيوده وأوامر لسيه وحق رب الله قورمه كدي من أمضى فرنت جارسيل ليدي أي النبي قربان ليدي هذا مركز لكن وبالرسول كالذي أرسلته جوجو مش هذا جوجو بتكلمت وحكوا كجرا وبالرسول كالذي أرسلته عموم بكجرا مش أن النبي خصوص بكربا الرسول البشري بربا إن لا اعترافه للرسول الملائك الملكي لا مرة ما كاتر وبالرسول كالذي أرسلته آتي هذا وحسوق ليه ملائكة إيوب بن آدم كبا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسل هذا ترى ملائكة يوهكود تران إيوب بن آدم كبا لكن ما كذو بالنبي كتر هذا محب حي نبي محكوب بحي ملائكة باكو بحر ملائكة أنبياء ملها محيليين رسل بيليين وذا دار الله ونال سبحانه ومهيم ونبي وجود الدنيا هاي يو صحيح سحابي وعقص صحيح سداس هو وعنه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حيقولي إذا أتيت مضجعك مشت سيحان يجيب سنة يسمرك تكتو فتوضأ ويسقى وضوءك للصلاة ويسد هذه الصلاة وكله هل كان مركا تكتو ويسد الصلاة وكله ويسيسو ثم اضجع ثم اضجع أسيحه عفوا ثم اضجع أسيبس على شقك الأيمن لنك ذمذك أسيحه وقل وحاتر هذا وذكر وحوش شيئين نحو لفظ السابق
حديثك وراء اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك حديثك صومرتين بآخره وفيه رواية تنبيه برا وحكجرت واجعلهن كيل دعالاس وحكيش ويرهاس أنك براي آخر ما تقول وحقدم بيت جراهض وحقدم بيت كد عيسى تكلم ده القرآن آخر السنة يهدد أذكار نوفر بن صاغري هذا التسبيح هو صور لما يصوت تنكو قنارت متفق عليه سيدا ييل بالي سيدا ييل إذن حديث كان مركب وحاكو جراها دي فوائد فربضان وحاكمي دا سنة وحاوي إن دان كان ميدك لو سيحف ومن السنة وحاكمي دا إن أدقعان تميدك بركاتو وذال كاسارتو فوائد بدان باكو جرتو يقولي هاد بيقاي كشيكي وحاكو لكو جرا إن أدو ويساقب كسيحاتو لو ويساقب هاد سيحاتو حديث بحاكو يميد نينك ويساقب كسيح دا وسو ويساقب قمعة هبين كاسولن ملك باللتشو غاية هبين كاسولن بصريرت ملك باللساران وكور قبها يؤواردين هيؤدو عيني واغو مركو بريانا واتكعضنا اللهم اغفر له وارحمه بأورنا وكاتك هيا عاورنا وكلتشو غاية هدين تدهر ديدك الصوك على اما كاده او كعيسا اما سيكالا ويسرق اتوس كعضب اذكار الهي بريدانا دعا لها بينك والله اقبال وحديثك ورنيا مركا سنة هردد الإيقاب كله سيحوه هلا حفظي عروتنا هلا برو وتوحيد يا الله كحدنا شو يا خير بطن والله الهي مرحبا تنبيه وراكسل وحديثك كله حجوية هاي مسألة باروتي إمامك إن أذكرت وتوقيفي حديث النبي محمد الرواية بالمعنى بابنان بإجماع المسلمين خلاف كهوري تشري تشروا بابا أي خلاف كهورنا تحقيق زي تحريك تحت ودادا كمر المهيو محل نزاع لسك موافقين له إن حديث النبي محمد لفظي ونبي لقوري لفظي أن كان لقو الشيكرو معنى لقو التبينكرو هذه ويرد الضنبية طورا اسكم معنيهين والنقص في المعنى أوسن جريوة مسألوا أي جمهور أهل العلم قبان إجماع لسوق رياض متأخرة لكن أذكرت أن دعوين كان نبي كسوغن الفاضل اللي بدلي كرو وتوقفيه محايا لحكمة كجرتو وحن نبي قدورتي إبراء ودي إذا إنو كلب بدلو معنى كجرة وسيدة قرآن كوكالي وتوقفيه الفاضل سيدة صلى الله عليه إيمان هاي النحركي يمعني حمبار صنايد إشارع أوجا أدوه مؤجد الفاضن كلي أحكام تشريع حمبار صنايد اللي ارتبينا يدو وقون أما الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام الفاض يدو نقل بالمعنى الله ما أقوله وهذا حديث كصداقة فهمه وأنا مسألة ديات وقروح صنع صحة هذا يقول ورد النبي محمد أي كبر كبدا هذا ورد هذا يتعبير كذا وهذا دنا الكاسي يدو أي مرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هي ذن وحيت لي كان النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي كيتو كذا من الليل هبين كحقيسة إحدى عشرة ركعة كيو تمرق عود بتكن شري هبين ك صلاة الليل وتر كيسوي سبحانه يتهجد كيسي فإذا طلع الفجر أكت مرك إلى طول صلاة الدلاء عضو صلى ركعتين خفيفتين لو ركع عضو فضفض النبي بتكن شري وقراء سندرين شري هدي فاتحي وحكو أخري جري سورة الكافرون إخلاص وأذكرنا إسان أما آياته سورة البقرة آل عمران قل آمنا يقولوا آمنا مركا نبي وايرين جري ثم الضجع مركا يونبك أسيح على شقه الأيمن ثم الضجع وحسيح جري على شقه الأيمن لنك يسمي ذك حتى يجي المؤذن إلى ويمادو أغيسيه أمام آذامه وفيؤذنه أغيس صلاة إلا قاري أو لا أقيمها يا أقيمات اللي تشوفه متفق عليه. إذا وحكوا جرى حديث يصونا النبي عليه الصلاة والسلام مركو صلاة الليل كرم ما يستو ووتر كيسير لما يستو وضن ركعتين كي فجر كصلاة صبح كهري وتكدو يراها سحن جري. لن كم يديك يوتشيب سنجري توقع أنت بركضو. هذه قرن ما هيني عائشة شيكتي
oo ka hawsha ka sheegay soo marmar buu nabigu sameyn jiray bay jiray. Aisha qadiyaday ka hadashay iyo xadiidka ay sheegaysay labadu waa isku mido, way waasay sunnah. Sheega sunnada ana in la joogteena way fiican tahay, marmar in la haday xaajo ku qabsato in laga tagi karo way banaan tahay. Sida way siday marka Aisha iyo Abu Hurayra iyo Anas ibn Malik أبو موسى الأشعري رافع بن خديج صحابة الجماعة سيدا سي أورنجر أو ركعتين كفجر كمكلا تكدو إن هذا الكلام بحسو إن تلقى بلا أوسي جير ستردن كمدك أوسي حاتو إن تلقى أقيمة هيو ومن السنة يو كتاجين ومدنا وافري جيرين نبي محمد بين كسو غورنجري جماعة من السلف أيو حيدا ما هوش الله ما أقوله ابن مسعود ابن عمر وحورنجرين شيطان بايدن كعيارة هي التلاعب تلاعب الشيطان بكم وي ما بال أحدكم يتمرق بعد الركعتين تمرق الدابة والحمار من سعود بأورنشري وإذا سيدي بالمكة ركعتين كفجر كتكتان محاسد الجيلي أما ضميره أو قل قل ليس ورد الصلاة من رصدنا إسكا فردية أما إسكا قرآن خستا أما إسكا كعا وحايد كفلا صلاة من نقصي قاد كبح دي إبراهيم النقي عسوه بدعو ديه جريبا جماعة الكاسة كنتكي ونمنك وافق هذه حافظك يعلم حيليهن وحاطكو حنبارتاؤن على عدم البلوغ حديث كان سوء قارن وذات ميلان هبونين وردقا ضد أرقتو حق الآن باهيس حمان كماءها حق الآن باهيس حمان كماءها ابن مسعودي ابن عمري تابعين تهدور كأي مالقوا آذ وقود قال ما هوش إيو وأسوه حيلي وحاؤن صنع في عن marka watirka watirka watriga la dhameeyo ayaa la yaraa saxda si loo kala fasliyo loogu dhaxeysiyo teed salaadii subax iyo salaatul leelki laakiin baada ragcada fajr in la saxdo ma ba jirto asagu yiri ibn abdul ruhu waa siduu sheegay ahadiista ku timid baada fajr in la saxdo kulliga waa daciif buur adbu difaac madhab malik tamid kiziis tigarka خديو البغداد دي باكو قصدو الحادثه كما مال ابن واشاد وركيس لحافد بو خلافه وفروت وشاذ منكره سغا زوري كوري علوم waxay dheen gar alle taqaanay خديو البغداد دي معد البر واقران افر بقول لحدن يا لبدي يونن دنتي ان افر بقول لحدن يا صدح دبو دنت ما يقدر دنبيه حال سنه وان من اسكو اين اسكو فع هذا حافظ المشرق وذاك حافظ المغرب من عبد البر وحافظ المغرب أندلسي قال بيت قرحة ودعه بكسو كسو جيدا نين نباري بكسو جيدا مغرب إيو مغرب إيو مشرق محالك ليد هذا يا بري قال بيت محاك لو كقرح صن قرحة قر حسين متى قناح لي هذا هم حيتا هذا صار زاك فيها بري قر حسين بالي هذا ورك دير تقص عطان سكت شو شيء سيدنا نقطة المهم لبدا وداد بعد كوقف توحانا صح أو نقد حديثك كو أصيبي خطيب البغدادي وليس عم دار دونه لكن حقوق تعصب يراها قادة مدة نمن يلي مركوا سنو وحديثك كل رقمي وصحابة أبدايهين ورلا قرتوا نما يلي ماها صح ماها وحاني وركي دي ورما هيزان رهال هذا نما با كتري ظاهري اللي جاد وحيدة هذه رقعتين فجر كمركها تكتوها دادا سيحانين وصيد نبيك آن اسكلاب بيحنين رقعتين كبول بيد ويقو بتي وباطلة رقعتين كي آد تكتوا حوكي بجرا فيدي ويبوري إسابة ابن حزم محليسه كذا الله يوداد اسو وحبر اردي سانا كتاب قونو كقريبه صاد ان سنسحين جيب سيغا ان لا جيب سدنا اي واجب تايبا ام حاجره نبي محمد باولي سمين جري حديد كبير امر كان وي كحوجيين امر كان نبي نك خلافان وحو لا يمد منكر بلا يمد صاحب معصيه نقطي صاحب المعاصي رد ما صحي دين وبطلوا نبي بايو هلكا كو دفتي ابن قيو حويري أفر قعود ويهي نمان وغلاد بي نمان وجفات نمان ومتوسطين توسط كي نود دابو باشا واجبني يان لغا ديه وابدعان يان لغا ديهن
sidaa uu nabigu yeelayaa lagu daayay buu yiri. Almuhim, xikmadu waxa way culimadu leeyihiin, xaalo dhan baad soo tukanaysa, ragcateyn fajirki baad tukatay, aakharaad xusuusanaysa. barta insaan lagu dhigo doono qibla lagu dhigo wax xusanaysa aakhirad xusanaysa thaniyan wa faasil kala goynaya salaatii hore iyo waajibki sunnooyinki soo socday ilaa fajr ragcatay fajr kuwa maxay waa min sunan sunanki xalay socday ragcatay fajr waa min salaati layl si wutr magribku u yahay min salaati nahaar wa wutrki nahaar ka magribku asagoo habeen dhaxdhacaya salaatu layl xalay soo socday ay ragcatay fajr u dambeeyeen iyo salaadi waajibkeed baa la kala teedaya oo la kala bixinayaana wadaadaa yiri xikmaday doona baa ku jirtay suubanaha samayn jiray axaadiis badanna way ku timid xadiidkan ugu xoog badan sidaa la yeelo maxaa lushaadku shuuqa uu keensada waxa weeye idajac calaa shiqihi alayman intaasuu sheekhu u keensaday wacaan xudayfa radiallahu tacaala canhu qaal kaana annabiyu sal alay wasalam idaa akhada madjacahu nabigu markuu tago gogashiisa iyo jiibkiisa u tago idajac iyo noomku khusuus iyo cumuum wejiga ka dhexeeya maxaa yeelay dhinaca dhulka dhigi kartaa adoon seexanin dhinaca adoon dhigul dhiganna waad gamci kartaa waad fahanteen baan u malay marka khusuus iyo cumuum wejiga ka dhexeeya kaana nabiyu sal alay wasalam idaa akhada madjacahu min alleyl markuu nabigu seexdo u qaato booskiisi habeen gogoshiisi habeenka uu gogol ahayd wadaca yadahu gacantiisa wuxuu dhigi jiray taxta khadihi dhabankiisa hoostiisa gacanta midig buu wuxuu gelin jiray dhabanka hoostiisa yacni uu barkan jiray riwaayadii kale cadayso taxta khadihi alaymani uma yaquul wuxuu odhan jiray allahuma bismika amuutu waaxya ilaahayow waxaan ku dhimanayaa magacaada oon ku noolaanayaa ismigu waa iska muqxam weeye allahuma bika amuutu wa axyaa wey macnuhu bismika amuutu magacaadaan ku dhiman wa axyaa ku noolaanaya sidaasuu nabigu ku seexan jiray calayhi salaatu wasalaam wa idaa istayqada hadduu baraarugu soo kacana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilah allah mahadiskale alladii eebaha axyaanan nooleeyey bacda maa amaatana intuu nafta naga qabtay kadib ama uuna dilay wa ilaahi ila allahi laa ilaa hayrihi annushuuru soo bixinta iyo isbandhigidda akhal la soo bandhigayo ama irsaaqad iyo quraab raadsiga allay u taalla faidaa qudiyat isalaatu fantashiru soma nashrigan adduunyadoo lagu dhaqaaqo oo la irsaaq raadsado la calaf raadsadana waa ay noqotaa soo bixinta aakhare iyo banka qiyaama la iskeenina yowmu lxashri wannashrina waay noqotaa rawa lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey ducadaasuu nabigu akhriyi jiray ducooyinkana way ka sugan yihiin ugu qiima baantahay ducada xadiidkii baraa ibnu caazim cinda annasaa isku soo martee nabigu calayhi salaatu wasalaam firaashka markuu tago gacanta midig buu barkan jiray wuxuuna odhan jiray saddex jeer rabbi qiinii cadaabaka yowma tabcatu cibaadak nabigu saddex jeer buu ku celin jiray rabbi qiinii cadaabak yowma tabcatu cibaadak wa fii riwaaya yowma tajmacu cibaadak saddex jeer buu nabigu ku celin jiray haddii intaadaad ku darsad maxaa kuu dhiman ilaahu magacaadaan ku dhimanayaa iyo qudradaada ayadana kusoo toosaya bimacnaa ku seex amuutuna waa anaamu waa muudkii yaraa allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha baa loo jeedaa wa axyaana waa soo toosa dadiba lasoo tooso macnaha khaaskooda haddaa aado adduxu waa kii weynaa haddaan dhiman ama hurdo ha noqoto ama geeri ha noqote bismika laa bismi hayrika haddaan soo kici oon hurdo ka soo kiciyo haddaaban noolahayba intuba adaan kugu noolahay biqudratika wa xawlika wey tan dambana hadda waa iska cadday allahuma qiini cadaabaka yowma tabcatu cibaadak ilaahu cadaabkaada iga dhowr oo naarta iga ilaali maalinkaad addoommaha soo saarayso riwaayada ah yowma tajmacu cibaadakana waa maalinka ummadda lasu keenayo xadiidkaas isaguna waa saxiix saddex goor buu nabigu ku celin jiray ducooyinka marka allah xifdi waa la barto rawa lbukhaari maxalu shaahidku marka waa maxay waa aadaabu nawm qaabkii loo seexan lahaa anshixi iyo dhaqankii wanaagsanay muslimiintu ay leeyihiin ee kaga duwanaayeen aadamaha kale ayaa la sharxaya وعن يعيش ابن طخفة ابن قيس الغفاري طخفة مجعيس هذا بلا غمر ما طخفة نوال لك هذا ما شخاد هذا الأقريو قال وحوري وذات كاس يعيش قال أبي أبه يو طخفة ابن قيس أو حوري الغفاري أبيه من أصحاب الصفوة وذاتك الطخفة من أصحاب الصفوة يوها قال وحوري أبيه بينما أنا مضطجع حلي أن أنوك شيفه
في المسجد مسك نام حقوديه على بطني بقبق يا بربر عن وجهه فحبط كان رلك عن دقة وجهه كان عن رلك آدية إذا رجل وابننه يحركه رقاشنا يبرجل عن سنين بغلقت يقطابط يقتوسي فقال وحيدي ننك أصقعها إن هذه قاب كانت وجيفته دجعة قاب جيف ويقاب قاب لوصح يبغضها الله رب النعبي وقاب رب النعبي وهي دجعة سوهي أما هي قاب كانت وجيفته إلهي مجعر رب النعبي قال سحابي وحيدي فنظرت ننك لقت يقتو سين هيبان إيغي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسولك إلهي رسولك إلهي حديث قصة لير برسولنا قد كمر تاني أيقو أصحاب الصف دوره فربضن بنبي وسوك حيقولوا عايشوا كاني هو يدنا بنبي يقول واحد راشين ما هيسا راشين بأكن توي كرسي كدي بنبي ربيه ما هيسا بيه يعانى أكن توي حير كرتي مركي عشيان ومرتق قلين ينبي يقول هذا دون تان هل كان سك سيح ذا قولوا كان سك سيح ذا أنا عايش ميرو برهتني الناي ذا دون تان مسك سيح ذا مركز النبي الله مسكان ساح مره دان درجني كل ما إني مساعد كانوا ساحنين مساعد كمان مسدادين والصحابي كان تخفى مركز الصلاة سبحان يسوع ده هاي ولنا أي سنت الله عين بنا بيجو صوب حي بود مركز تخفى وصا وتشيفا ودعديد وتشيفا مسبر بير بالي مع الورنجري نعيد مزان وها وهاي سو تشيف عبي وتشيف النبي كو صوب حي النبي مركز لوك تكتوسي حلوك توقف توسينا يا رقم بو النبي قولا عليه الصلاة والسلام هدو كسو بحروح حبر حبر أتشيفة ومسكي ثم رفع عن سارين إنه سنقع عن كتها من لقطة أكتابته لقطة كتوسية معناها مية فانتي روح ساس أتشيفة رقي الدمر بكدونا هالنقضة سنة الصمالي ويا قانان دمر كو اللي قد لابا فضيد هدي ساو سي حطو اللي قواركو بيركا بلقا حشرين بار كريدة بدامي وغرني زامبيلتا هديم بستوين إيه وحضورن كقرية وحقارك دم بكاس رأي هاي رب ملها لكن هذي مرة خفيف هي قميصي مع وجهة كل سحاتي مسكها هذي قارك هذا أم وخذه ودتك ينقروا حما وحكادي كرا نبيك عنكم الله على الروح أزكى حسمينا يا لقتو نبيك وقتو سنيا هذا فور رسوته حول ودي كرا هو وذات كنجري باقلاي سلام ودي كرا إلا هذا ولا في سن هو شنكا هذا بعد فانتين بيلتا هو سوم ودي كرين تاكب بدني هذا تاعنا وصا قطما إن الله تكوت وزي مرك يا سلامة ورهم وآمنة ما هذا فور رسوته وذات كم حول الله ودي كرا منك بري هو يبوب بري سال ودي كرا يا جيبسي ما جيبسي ما شيخ عبد الله حق هذا سويد ابن شريد الثقفي وقد يضع شرحي انوفي وحجري كان اذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس على عجزه شيء ركضه برجله نبو دق قاصب على هذا دون نبي وارك الروح ساوتشيفا وحبل حبل اوتشيفا قال كسيد من مرفع عن سارين نبي لقطه كل فنشري الغو عن انا هي مد اللبات عرفتك يا دقنك قال دوان عند الصومالي الصومالي اكتوضو روح لوكها لوكو تابتو وميل كدع وقرسي دقال بابا تسور رغم با ولين تنكا ورقبو سو سيدا ما الصومالي دو لكن عند العرب عيب ما وقا يمن تقيبان ارقون ليابا انه ميل شفنو ارضو فربضان با وداد ابو حاتم لورنجريو مؤدين أهم سعيد كان مسؤول كأي مركز كاسوكي رقودن مدوين يمد ثقلك تكتو سن هاي وأبي هوري مركب دور كبر يقول رسول الله يا بشر يا الله هذا وابي كبر ورسيد هذا صعب إيه حول عندنا ما بأس ما في بأس أنا وأتان ريب ملاه بيدك ما تبص أتان هذا سمعت تواري بصرنا نكون نقول نقول توسية بلا ويا قانا ويا وي أنا تنا الله يا براه عرفت أكل الدوان توشين لو وقف سمال نك سمال وقدي من هي عند العرب ويسك عادي هذول قلت توش من هذا قبل ساس تن كملا كيلو وقف تحت ما حنا قوي سيد دوبي عم ويسك كي ورتوش محمد وقف تسمال وقعد قال حاجة بالنقطة
dhaqamada ayaa kala duwan, taasna ogaado waxba ku sii mashquulina. Rawi Abu Dawud baa xadiidka wariyay, Ibn Maajana waa wariyaa, wuxuu uga tagay imaamka ma garanay. Rawi Abu Dawud baa xadiidka Ibn Maaja wan-Nasaa'i fil Kubra biisnaad saxiix, sanad saxiixa ayuu ku wariyaa. Sanadka saxiixadiisu xoog muran baa ku jiro. Ikhtilaaf fil isnaad baa jira, ikhtilaaf fil isnaad xadiidkan cilo saa ku keeni maayo, waxa la isku maandhaafay, weliba khilaaf culus ka taagan yahay. Magaca wiilka Yaciish ah iyo aabihii oo tikfaa magaciisa, intaasoo qaab baa loo sheegaa, intaasoo qaab baa loo sheegaa. Taa marka cilaas ma lahaateere isaga Yaciisha jahaala ku jirtaa. Yaciish waa taabici kabiir ah, laakiin tawfiiq fiican looma hayo, inuu majuul xaal yahay baa marka loo badan yahay. Laakiin sukuuta Abu Daawud iyo tawfiiq Ibn Xibbaan iyo xadiidku shawaahid leh iyo tabaqada Yaciisho sarraysa iyo riwaayatu can abiihi, inahaasaantii laisku geeyey bay culimmadu meel mariyeen, in badan nawi baa kaba ragga meel marnay ee kule sanadku waa saxiix. Maxaa yeelay Abu Daawud baa wariyo wasakata calay, bitaali waa riwaayatu ibnin can abiihi, waa wiil aabihii xadiidka ka qaadanay. Saddex waa raqaa'iq iyo targhiib iyo tarhiib oo aad laiskuma sii adkay masaladu. Intaa waxaa dheer tabaqadiisu oo uu yahay min kibaari taabiciin, tawfiiq Ibn Xibbaan oo isagu laa baasa biha. Intaaba haddii wax ku anfici shawaahid fara badan xadiidku waxaa ka mid ah xadiis abi umaama oo xoog badan baa baab ku yimid oo nafsa shay ah, abi umaama albaahili cinda albukhaari fi ladab ibnu maajana an yakumar waana xadiid xasana, xadiidka abi umaama albaahili. Waxaa kaloo lamid a xadiidu suweyd ibnu shariid athaqafada idiin sheegay isaguna oo saxiixa isaguna, mursal baa jira isaguna xoog badan oo min cancam ibnu shariid laga warinayo oo mursal ah oo aabihii meesha ka saaray cinda axmed. Xadiidtan marka la isu geeyo marka baabku baab sugan oo aad iyo aad u qiimo badan weeye. Marka idan xabad xabad looma seexdo wey, xabad xabad nabigu wuxuu yidhi waa qaab seexad ilaahay neceb yahay. Caruurta waa in laga celiyo, dumarka rag lab iyo dhadigba waa laga celinaya. Marka ruux lagu arkana waa in la toosiyo, lugta lagu toosiyo. Haduu doono Soomaali baha aadoosan kaa taago, maxaa lugta igu toosin? Waad mudatay baa laleeyahay. Maxaa jira maxaad xabad ugu seexatay oo sida ilaahay necba aad ugu seexanaysa? Marxab. December noo qoran soldaadku kuma kasirsano, mku kordhabo masdaru maruu kaaga dhiga maya dijca wey, dadku waa in la kasriyo. Hay awey, hay awey. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حيري من قعد الروح فريستا مقعدا، مقعدا انت اما كدك مصدر ميمي اما ظرف مكان واحد يجرتين، من قعد مقعدا اي قعودا بمركا نقول يا هذا مصدر كدغيس نينك فرد فريستا مقعدا غوب باي مكا نقول يا هذا مضرف كربتو نينك ميل ام فريستا اما حل ام فريستا اما قاب ام فريستا لم يذكر الله تعالى في غوب تاسون ربي اوزن كحسن ama fadhigaasoo rabbi uusan ku xusin. Kaanad calay dushisa waxaa ahaanaysa ninka asaga ay meesha fadhiistay min allahi ibu weyna xaggiisa tacaala koraya tiratun daalac, eed tiradu eed iyo wixii aan daalac raacsho dhihi jiray waa lagu dabagalayaa wey. Maalin dhabbaad meeshaa fadhiday, hoteelkaasaad saacad fadhiday, goob hebelba intaa ku hadlaysay, maxaad mar-uun ii xusuweydood iisu qaadi weyda rabbi ku oranaya? أنت واحد دلدليزي سبحان الله محل قوي الحمد لله الله أكبر ذكري تيرة طالع راعشو أما إيد بأهانيس دوش هذا قوانيس وهذا دو على التيرة ونقصان إيمان كذي بقى إسلامية مخراتياش بقى إسلامية يكون مخراتك على آخر هاي الجوب والبوت فريستو ود إلهي كحستو آخر يكون مخراتك عيسى meel walba istaagto ama aad fadhiisato ama aad marto ood ilaahay ku xusto waa maqraatiyaasha aakhara wey. Haddaad intaad goob fadhiisato ilaahay ku xusi weydo maxaad ka yarayso iska nuqsaamisay maqraatiyaasha wanaagsanaa? Marka tiratun nuqsaanun, tiratun tabicatun daalac raashiya eed, labaduba lagu fasira nawna uu sheegi doonaa insha allah. ومن يضجع الروح السيحدة جيب صدا مضجعا قوب مضجعا ميل الله سيحدة سيحدة لا يذكر الله تعالى في ربه أوسك حسن قول لنك تقول ربك حسن كانت عليه من الله ترى
marada oo meesha seexday iyo xilliga iyadaba xagga rabbi waxay ka ahaanaysa eed bay noqonaysa oo lagu daala oo lagu eedaynaya bini aadamka wada intaad marta salaam hebelow maxaad ii salaami weyday maxaa jira hadi durub waabadi marti ma asalaamu calaykum culays bay kugu haysa macaanay biyaa kaaga daadanaya maad un salaanta meeshaad fadhida saacada rabbi maad ku xustid guushaad seexata rabbi maad ku xustid rawu daawuud بإسناد حسن وصحاب بن حبان بإسناد حسن وحول ولادك لورنج محمد عجلان باكجر المدني الصدوق هابا كجر رواية الترمذي أيضا وحي آهي ضدك قوب فريستين إلهي كحسن نبينا أن كصليين دال عرعش الله يستي صلي كدرت رواية داس ماشي هذا فريسته إلهينا كحسن نبينا كصلي هل مرنا الله كرديكي هفوضي سنة وشاية دا الترة بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص وقيل التبعة وقيل التبعة أي اللي عود الترة بكسر تاد الله صدق هذه المثناة أو المثناة من فوق كر لبرب على قصاري وهي النقص واسدمد النقصان توي وقيل وحال التبعة وضلع رعشية دبجلك والودبجلية والله يري باب جواز الاستلقاء على القفا وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا حبابي هاي بنانتاي إن شاء الله سيحنكرو جواز الاستلقاء على القفا قداد دعيد إن الله سيحنكرو ووضع إحدى الرجلين لولو وضنا لصارك ومدود عالوخا تكال لصارك انت ضبر سيحاتو ولقق التميسو كي كلنا كرك صار كرتنا إني بنانتا هاي قورما يبنانتا إن لقنا لقطنشو من الله دول صاروا إذا لم يخاف تصروح كبقين انكشاف العورة عروس إني مقصر والمقبو أما معوز في عمب مقبو أي مروين أيضو مركض لوها ساتر هذا عورة مقنس روح حق أفر دي عورة أركاية أما كي كسود الاستقاق أركاية مركض أيضو مبنار حور ربا شيخ حالة أو قيدة حديث باكوي من النبي الديدي أو مدى كرر إن روح انتو قد أصحي يتشاق تشاقو والله الله إساره إيا النبي السمعي بعلوم الجمعين أيان نبي إيا صحابة السمعي سوى مركا عورضا موقنين مروي إن أتقبطو إيا سروي وإحلال المال مركا لديدين هاينا ومركا مرضا كوي يرتع عورضا موقنين لبدا حالوي هي وجواز القعود إني بنانتين لو فريستم متربعا فرقوبيت متربع وسيدة تطو فردان الوهل لسنا أفسده تسلم قعود فريستا الله لغها لوك تميدك هذا حق بيحكا بحيثتان حق بحيثتان لابد جلما أطاق كاتاكتو فرقوبيت بالإسكو رنجر يلا إلى هذا ومحتبي هذا الدون يسان أو تاد سلك روكا ديكتي وجلبها تاكتي قعمها كسوا قبسطو قعمها سيدة هذا أمين وهو يستوك علي محتبي بالإلى هذا عن انت وين بنانت عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما انه راى رسول الله رسولك انه اركبه شيغي مستلقيا سو قد يجيغ النبي وجي في المسجد مسجد قديسي واضعا صار احدى رجليه لبس لغود مدود عالو خاتي كا ساري نبي قد دعوس هو استرنت هاي لو كان ما متفق عليه اذا تانا يسدب لاي او دقن حما اهين وهذا ابهات مربى لو نستا dhabarka lagu kala bixiya lagu daal tirtaa inaysan edeb darro ahayn waaba si nin weyn weeye amanku iskala bixinayo laguna taagahayo lagu dhihi maayo kolba waxay ku xiran tahay meeshaad joogto meel waxaa jirta aadan qadaad iska teega xataa aadan seexan karin baa jirta adoo ka xishoonaya dadka kula jooga iyo ahalka iyo culummada iyo waayeelka ka xishoonaya iyo meelaad kaga galgalan haddaad doonto kolba waxay ku qiimeysaa saddex xaaladda aad markaa ku jirto مركا متفق عليه وعن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي نبي هو اذا صلى الفجر صلاه الصبح تكدو تربع في مجلسه مشو كتكدي بو فدغوبد فرسن جري برتو كتكدي بو نبي فدغوبد فرسن جري حتى تطلع الشمس الى قرح الصبحه حسنا اي نقيه بيضاء حسنا اي طلوعا حسنا بل مستر باكو في عنا الليل حتى تطلع الشمس حسنا اي طلوعا حسنا صبحت وناقسن ونحن وصح سيدنا صحانو حتى تطلع الشمس حسنا اي بيضاء نقيه لوجهه يضو عط
oo iftiinkeedu banaanka joogo oo qiiqi iyo boorkii bini aadamku ka ciyeen ka dheerato banaanka tim yacni ilaa la gaaro sunnatu shuruuq oo hal sac nabigu ku dhawaado ma kici jirin wey halkaasuu ku wardinaya wuxuu u keensaday hadda salaada muusan u keensanine wuxuu u keensaday tarabaca tarabacaasuu ka rabaa fadhi wanaagsan inuu yahay nabigu samayn jiray istilqaagana uu bannaan yahay haddaan cawrada la arkaynin حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة أبو داود غير كي ولي أسانيد صحيحة كولي وحديث حق بدن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال صحابي أبو حجري رأيت رسول الله رسول كلاه من أركي بفناء الكعبة كعبة أرضا كذا فردية خوص كذا أفاف كذا بنعيادة كذا فناء قوحوية كعبة وارت وفرقيس كاسي هريرة هدو دنك بذيح دنك مذيك دبر كالضنبي حق إنهم agaarkeeda la fariisto wuxuu nagu ardaaga dhigi jiray way raayidu rasuulallahu rasuulkii ma arko yaan arkay bi finaa'il ka'bati ka'bada ardaageeda ama agteeda muxtabiyan garwaaxaysan ama doonyaysan biyadey labisa gacmood hakada sida ayada wasafa wuxuu ku tilmaamay biyadey labisa gacmood wuxuu ku tilmaamay al ihtibaa doonyaysigi muxuu gacmaha ugu tilmaamay inta badan ihtibaaga waxaa la yidhaahdaa markaad mara isticmaasho marka intaad mara dhabarka ku soo qabsato lowyahay jilbaha saa ugu qabato ayaa leh ixtibaaga hadaad gacmo isticmaasho qurfusaa baa la yidhaahdaa way kala duwan yihiin in la isdaba marshana waa laga yaabaa laakiin asal waxaa weeye alqurfusaa waa inaad gacmahaada aad ka dhigato go'i oo kale oo intaad salmigu u fadhiisato lowyaha soo laabto aad saa jilbaha u soo qabsato way dhib badan tahay hadday hurdo yar ku qabato ninka kugu xiga ilkaad ka daadinaysa gacanta ku fakan kadibna ninkaasi waadiyadaysa ninka waayadan yahay walidaaligii jumcaha maalinka jumcada nahyi baa ku yimid sida in la yidhaahdo marka wuxuu kuu leeyahay wadaadku wasafa ibnu cumar biyadayhi labiisa gacmood buu wuxuu ku tilmaamay al ixtibaa ixtibaa waxaa lagu yaqaana mara in lagu sameeyo maadaama markaa mara uusan haynin ibnu cumar gacanta buu ugu tusay وهو مركا قعمها لقوقب سيد جلبهنا القرفصاء فردي دانيارين فردي دانيارين اي فردي اي بوا اسكم يسوق ييني قرفصو من داوي القرفصاء وباليد والاحتوار وبالثوب اسل كيسو محل يا قروا حيسي سو سيد هذا محمد يدين سمين ايو كلام وي هذا انا قعما ساق سوق بسطو رواه البخاري بحديث كوري اذا تاسنا اني سدب لهي ان ادغر واحيسو مرا كو قبسطو الجلبها اما قعمها كو قبسطو اني سدب لهي ان مركا ادان كبقينين انتي هردو كو قبطوت غمانيوتو ان روح مسلم دبو غيست اما مال جمعه ايسن اهي نبي قال بس ما يو وعن قيل بنت مخر رضي الله تعالى عنها قالت غبدا وحي جيري رايت النبي نبي كان اركن انها باب كسيي وهو قاعد القرفصاء asagoo garwaaxaystay oo gacmaha ku qabsaday jilbihiisa nin xudoo fadhiya oo jilbihiisa gacmaha saa ugu qabsaday oo fuuraro saa u fuurara ayay ku soo baxday fatx maka iyo xajatul wadaac labadaa mid ka mid ayahay wali xajatul wadaacna baan jeclaa weligeed nabiga maysa arag way islaanta nabiga maysa arag rasuulku baa looga sheekayn jiray marka boqor shaaximan oo ciidan saa u garba ordahayo oo ninka aqmara waranku galahayo oo wixii iska sawirnayso khalad bay nabiga ka faansanayd yacni dhaqankiisa iyo tawaaduciisa nabi maxamed oo marka sidii wadaad iska miskiina u fadhiyo saa iskaga foorara oo gacmihiisii doonyaystay bay ku soo baxday way naxday marka gabadhtii bay ka shakaynaysa raayitu nabi nabigan arkay sal alla slam wahuwa qaacidun isagoo u fadhiya alqurfusaa doonyaysa u fadhiya ama garwaaxaysi falamaa ra'aytu rasuula allah rasuulka ilaahay markaan arkay رسولك المتخشع متخشع نعت للرسول طيب لو بدايه ودنا وعيد ومفعولك لباد رايته رايته هنا لم فعل مقادن كرتو بعنا ابصرته ابصرته مركي تاني هل مفعول بي قادتا نعتك كون اكسن مفعول لغا دغو دمبلها فلما رايت رسول الله رسولك لما كان رسولك المتخشع خشوع سنا في الجلسة قاف فدغيسا كو خشوع سنا ارعدت ولا ارجحيت روا غريري من الفرق ابصرته ارعتوان قريري من الفرق اي من الفزع والخوف عبسي درتيد ينحذين بان لقريت
يعني نبي إلهي وحيرة من سائس كفرية وسأفورة وخشوع سن ومالين بركة سن مسلمين طلبا بسكوي مد وفتح مكة نصر إلهي باي مد نبي مركة النعمة ماد وفورسنش رب بكحشونية ماشي أنا وسنك تاجا إني إن نوفرني إن فيتان كأن يبرق إني بودد نوفرني رأبدو الترمذي أبدو الترمذي حديث كوري وأنا حديث حسنة رواية حديث كولي هاي بعد ما يسرطي وحياة هاي مركان عن قريري ونسكون حضاتي فقال جليسه يا رسول الله أرعدة المسكينة للنبي قال له النبي الله قوادي قيلة هاي وقريري سوا سكون حضاتي النبي قال إليه فقال لي ولم ينظر إلي وفرس حكمة النبي قال إله الله يتري إيمان الصوفيرين وإله الله إيمان السعيدين بيجري فقال يا مسكينة عليك السكينة مسكينة إسدتي حصلوني إله قصية فذهب عني ما كنت أجده من الرعب مركو النبي أنت أيلي سانتي ببلغي في يدي تروح ورم بلغي النبي قال عليك السكينة والدعاء دي يا مسكينة عليك السكينة يا مسكينة عليك السكينة إسدتي إلا بواقبلا مركي بوحيت الرحنتي يجرير كي وحدهم بالله قصار سؤال أبو النبي قوي دسمانة قدام به سونا كأنكم مرّي سواء مطول هذا ولا رقصين وطنا طبعا أنا بسوي صار حديثك قيل ترجمة تكفيري محل شهيد كوام محي إن صار الله فريس سنكر وقعم هذا كجر واحد سنكرته أو سخش عصون إسبهام بهن له أبو فريس سنكرته مسؤول بقى النقطة نوين وضيب بقى النقطة الشيخ على البلاد بقى النقطة يعني وحوي إن إنسان لبلاهم بل أيضا أنبياء الرسل وعن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه قال وحول السحابة مر بي رسول الله رسول كلابا إصوم مري وأنا جالس هكذا أنا وصدا أفرديا جالس هكذا وحول جيدا قعنت بذحب وانتو صاعوا لقيب عربت كف يحسك هذا حديث عضين دون وقد وضعت أنا ودقي يدي اليسرى قعنت يدي بذحب لقي خلف ظهري دبرك قداش سنكي حق حسن دغاي واتكأت وحان كنت دنگيسون عسكدي على اليه يدي غعنتيدا بريديدا عربتو بريد لو شيغي والكانا سولكا سولكا ميشو كو دمادا يا غعنت عربتيدا ام بريديدا فرحان كان لا ميشن اي كو سو دمادان ساسن ودغتو غعنت بيخدا وليبا تن فقال الصبر وحوري اتقعد مو فريسنيسا شريدو قعدة المغضوب عليه كل لوعر فرد غودي وكلمات فريسريس روح مؤمنك ومن الذين أنعم الله عليهم يهودنا ومن المغضوب عليهم هذي يهود قابهم أفريستان ومغضوب عليهم أظو منعم عليهم الغمو قلنا تشبهوا قضياتوا أكاتوا نبي قلنا كدواء قرقن منهن برادك وكدوانا كدين منهن كرسول منه وحول بانك قد وانا مالك اللوض القادان ما هي عناد كرع عضو وحاحن نبقى عينو الشيء رواب داود بسناد صحيح أبو داود بحديث كورية مركة حديثكم مركة موحلوجي إذا في الصلاة مثل خارج الصلاة خلاف باكتشرة مع من تلمان باشا الله الشيء هاي قعدة النبي ودي إذا صحابي تلمان الله رقى أفير أيره هل قام بسال ربعينات قعدت فوق الجدار جي سدا سوي مرة بنا بنو سمينا والقير نستا مر قالس كذا سارة وذا دحيلين هدات صلاة كجر تيجي هدات كجر بالله ما أقوله وقعدة المقضوب عليهم نحن ما ي صلاة من بلدي دنيا فدي هذا نقول درينا صلاة من بلغة الله يا بعدي وذا ده صحن وصلاة سوى تحيات سنة هي او غعنتي بيدخ دغتاي بو نبي كو صبح تاسو نبي وكلا هلي روايه كلا عدي زي او وله صحابي وكان صلى الله عليه وسلم يقول في وضع الرجل شماله اذا جلس في الصلاه ولفظي عند عبد الرزاق في مصنفه كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضع في وضع الرجل شماله اذا جلس في الصلاه هي قعدة المغضوب عليهم عبد الرزاق باللفظي صحي وقافك كوري مرك قيدك الا اعتقاداته صحه صلاة المركو حال ربا سيدا والنبي قوات حيثان جري اللبضة قال اما تورق اما افتراش
inaad ku gaabsataan ama iqcaagi beyna sadajteen ay u dhibmalaa, laakiin labada taxiyaad mar wixii fadhi ah saddexdan baan ogol lahay in labada cidba lagu fadhiisto oo juliska beyna sadajteen ah iyo iftiraash iyo tawaruq sinta dhulka in la dhigo iyo in lugta la barkado oo labada taxiyaad mid ka dambeeya ka hore loo kala qaybsho. Saddexdan baa salaada gudaheeda loo ogol yahay. Haddii marka uun xanuun jirin mar haddaad gacanta xaggaa geyso shuqul yahuudad weeye laguma ogolo. باب في آداب المجلس والجلسة. إن وجه الله سبحانه وتعالى أعلم.